الموطأ هو كتاب للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، ويمتاز هذا الكتاب بأنه عالي السند، وهناك علو في السند ونزول في السند، فكلما كثر الرجال في السند كلما كان السند نازلا، ويكون الضعف إليه أقرب من الضعف إلى السند العالي، والسند العالي هو قلة الرجال، وإذا قل الرجال كان الخطأ أقل، وهو من حيث علو السند أعلى من سند البخاري. ولذا البخاري رحمه الله وهو البخاري يقول أصح الأسانيد، أقول مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن كم بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ نافع وابن عمر.